للمزيد من المتابعة تنضم إلينا الدكتورة غادة فؤاد، مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أكريس. دكتورة غادة، بعد التحية، في قراءتك ما هي أبرز الدلالات الخاصة بهذه الزيارة المهمة لرئيس مجلس السيادة السوداني لمصر؟ مساء الخير، اهلا بيكم. في الحقيقه زياره الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر ليها اكثر من دلاله. لو هنتكلم في الدلاله على الشان السوداني، هي دلاله على مدى قوه الجيش السوداني وبدايه سيطرته على الاوضاع في الداخل، والدليل على ذلك ان قائد القوات المسلحه السودانيه استطاع الان، او رئيس مجلس السياده استطاع ان يقوم بجوله خارجيه وتبدا من مصر. لو جينا بنتكلم على الدلاله في زيارته لمصر وتحديدا اختياره لمصر، هي إشارة للكثير من الدول والأطراف الإقليمية والدولية على أهمية ومحورية الدور المصري فيما يتعلق بكل الأزمات والصراعات التي تدور في الداخل السوداني. لأن في الحقيقة دولة السودان هي ليس فيها صراع مسلح فقط، ولكن هي أيضا يوجد بها أزمة سياسية ما بين الأطراف السياسية والقوى المدنية، وأيضا الصراع المسلح ما بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدة. وبالتالي هي إشارة قوية لكل من يريد أن يطرح أي مبادرة جديدة أو يريد أن يتدخل في شأن السوداني، أن إشراك مصر في أي عملية سياسية أو أي مفاوضات سوف تتم في الفترة المقبلة هو أمر أساسي وضروري حتى تستطيع أي الأطراف الأخرى أن تنفذ ما تتوصل إليه من أي اتفاقيات ما بين الأطراف المتصارعة والمتناحرة في السودان. نعم دكتور غادة، يعني كيف تتابعين الدور المصري لحل الأزمة السودانية منذ اندلاع هذه الأزمة؟ في الحقيقة الدور المصري منذ أن اندلعت الأزمة في السودان وحتى ما قبل الأزمة الأخيرة التي نشأت أو بدأت في إبريل الماضي، منذ ما تم إزاحة النظام السابق عن السلطة بقيادة البشير الرئيس السابق، ومصر كانت دائما تمد يد المساعدة بكل ما تستطيع، سواء في الجانب العسكري، سواء في الجانب الاقتصادي، في الجانب التعليمي، في الجانب الديني، لأن نعلم أن الداخل السوداني تم يعني تدمير كثير من المعتقدات الدينية الوسطية والصوفية وكثير من المبادئ التي كانت تشيع السلام والتسامح ما بين أطراف المكونة المجتمع السوداني من خلال سيطرة نظام حكم كان يعني بيتولى أو يقوم بنشر مبادئ دينية متشددة. وفي مصر كانت بتقوم بكثير من الأدوار سواء على المستوى الديني السياسي المستوى الاقتصادي، حتى لما أرادت السودان أثناء فترة الحكومة السابقة أن بعد ما بعد انهيار نظام البشير كانت تقدم حتى في بناء وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في الداخل السوداني. ومنذ اندلاع بقى الصراع المسلح الأخير أيضا لم تتوانى مصر لحظة في أنها تقدم يد العون والمساعدة بدون، وهذا بقى ما يميز الدور المصري، بدون أن يكون لها أجندات خاصة في الداخل السوداني، وبدون أن يكون لها شروط مسبقة في ما تقدمه من مساعدات سواء إعانات أو سواء حتى في فتح أبواب مصر للكثير من إخواننا من السودان الذين قدموا، خاصة النساء والأطفال، لأن أكثر من قدموا من لاجئين في الأزمة الأخيرة مما يحدث في الداخل السوداني قدموا إلى مصر هم كانوا من النساء والأطفال. فبالتالي مصر يعني فتحت أبوابها ويكاد يكون يصل عدد اللاجئين الذين قدموا إلى مصر في الفترة الأخيرة فقط منذ إبريل حتى الآن يصل إلى تقريبا مليون شخص. وبالتالي مصر دائما كانت تقف بجانب السودان حتى في المبادرة التي طرحتها مصر، مبادرة دول جوار السودان، كانت مصر دائما تصر على أنه يجب الحفاظ على سيادة الدولة السودانية وعلى وحدة الدولة السودانية. ولذلك يشعر قادة الجيش السوداني وهي المؤسسة الوطنية القوية وما زالت متمسكة حتى الآن برغم كل ما يدبر ويحاك لها في الداخل السوداني ومن خارج السودان، تشعر أنها وجودها بمصر والتعاون مع مصر والتنسيق في كل ما هو قادم فيما يخص التسوية والمفاوضات هو أمر ضروري، لأنه يعود بالخير وبالنفع على المؤسسة العسكرية في الداخل السوداني وعلى الشعب السوداني. نعم، من خلال المعطيات اللي حضرتك ذكرتيها دكتورة غادة، إلى أي مدى هذا الدور المصري الكبير في القارة الأفريقية وأيضا الدور المصري تحديدا إلى جانب السودان منذ بداية هذه الأزمة، إلى أي مدى ساهم في تعزيز وتطوير
توطيد العلاقات التاريخية الوثيقة للغاية وأيضا الروابط الاستراتيجية الأزلية بين مصر والسودان، خاصة بعد هذا الدور المساند للسودان في ظل هذه الأزمة؟ أعتقد أن مصر أن اختيار الفريق عبد الفتاح البرهان بعد جولته الداخلية في القواعد العسكرية في المناطق في السودان، أن هو يختار أول دولة تكون هي أساس الزيارة هي مصر، هو إحساس يعني أو شعور لدى الجانب السوداني بأن بهذا الدور وهذا الترابط الاستراتيجي. في التقرير اللي بعتوه أشار إلى أن العلاقة ما بين مصر والسودان هي علاقة أزلية، وفي نفس الوقت هي علاقة أمن قومي للداخل المصري. صحيح. يعني فمصر يعني علاقتها بالسودان علاقة استراتيجية، علاقة ليها أثر مهم جدا، لأن في فترات التوتر اللي كانت بتحدث في أوقات ما بين النظام المصري والنظام في السوداني الحاكم، كان بنشهد بعض الخروقات اللي بتحدث على الحدود من قبل بعض الخارجين على القانون او المتطرفين اللي كانوا بيحاولوا الدخول الى مصر عن طريق الحدود الجنوبيه، وبالتالي التنسيق، وده شيء يحسب امر جيد للاداره السياسيه اللي بتقود مصر، ان هي منذ ان جاءت القياده السياسيه الجديده للحكم وهي بتركز تركيز اساسي على العلاقات، واستطاعت انها تعيد العلاقات المصريه الافريقيه في الحقيقة بخطى متسارعة، لأن وجودنا ودخولنا تاني للعمق الأفريقي هو قوة لمصر، وفي نفس الوقت مساندة حقيقية يعني لإخواتنا في الدول الأفريقية الشقيقة. فنجد أن مصر ذهبت لعلاقات تجارية واقتصادية مع الجانب التشادي، ودي كانت خطوة إيجابية جدا، لأن كان في خلال لقاءاتنا مع الباحثين أو مع الدكاترة أو حتى المسؤولين من الدول الأفريقية كان دايما يؤخذ على مصر بعدها عن الجانب الأفريقي، ولكن الآن هم يشعرون، وهذا نلاحظه في الأحاديث، وكان أخيرها أمس من أحد المسؤولين في دولة جنوب السودان يقول نحن يعني ما أكثر ما يشعرنا الآن أن مصر عادت مرة أخرى أنكم دائما تتحدثون الآن، وهذا ما هو نشعر به أنه جديد على الواقع المصري وعلى الداخل المصري، أنكم دولة إفريقية، وأن القيادة السياسية في الدولة المصرية أصبحت تولي اهتمام كبير للتعاون معنا ولمساعدتنا ولتقديم يد العون، وده شيء يذكر أكد على مدى قوة طبعا الدور المصري بشكل كبير في القارة الأفريقية. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة غادة فؤاد مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أكريس، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.